مشاهدينا الكرام، مواكبة لليوم الثاني من زيارة قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر إلى لبنان، ننتقل مشاهدينا مباشرة إلى الزميل جوني تانيوس المتواجد على طريق قصر الجمهوري في بعبدة لإطلاعنا على استعدادات المواطنين لإلقاء التحية على الحبر الأعظم. جوني صباح الخير، اليوم كل العالم ناطرين الحبر الأعظم يوصل على القصر الجمهوري ببعبدة، خبرني كيف الأجواء عندك، أنت متواجد بين هالناس اللي ناطرين اليوم. يعني شانتال، منذ ساعات الصباح الباكر حشود كبيرة من المواطنين ومن المؤمنين تهافتت إلى هنا من مفرق القصر الجمهوري على طول الطريق الذي يظهر خلفي، وهو الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري في بعبدة، يحملون الأعلام اللبنانية، أعلام الفاتيكان، صور قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر وصور رئيس الجمهورية. هناك حشد كبير من الأطفال الحاضرين هنا، أيضا الفرق التابعة للفرسان، ربما تشاهدون هذه الهيصة العفوية التي تحصل خلفي، هناك فرق من الفرسان من الطلائع، وهناك أيضا فرق من الكشافة من مختلف المناطق اللبنانية وليس فقط من المناطق المحيطة بقصر بعبدة، حضروا إلى هنا كما ذكرت منذ ساعات الصباح الباكر، وهم أيضا يلبسون يعني القمصان التي تحمل صور قداسة البابا، وأيضا يضعون القبعات التي تحمل يعني العبارات المرحبة بقداسة البابا وعنوان هذه الزيارة سلامي أعطيكم. طبعا كل هذا الموضوع يجري ضمن إجراءات أمنية مشددة، سنترك عدسة الكاميرا تورينا بعض أجواء هذه التحضيرات التي بدأت منذ ساعات الصباح الباكر بانتظار قداسة البابا. من المفترض أن يكون قداسة البابا قد انطلق من أو ترك السفارة البابوية في حريصة وهو في طريقه إلى هنا، أيضا من المفترض بحسب المعلومات أن ينتقل من الموكب الذي أعد له وهو موكب يعني التابع لرئاسة الجمهورية إلى السيارة الخاصة به، وهي سيارة البابا موبيلي كما هي معروفة من مفرق القصر الجمهوري، وسينتقل على هذا الطريق كما تشاهدون خلفي. يعني هناك إجراءات أمنية متخذة من قبل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، هناك أيضا رفعت يافطات كبيرة ترحب بقداسة البابا، حملت عبارات أهلا بكم في لبنان يا حامل السلام ويافطات من هذا النوع. على هذا الطريق سيمر البابا بالسيارة الخاصة به، هناك فرقة موسيقية تتحضر، هي الفرقة التابعة للواء الحرس الجمهوري، ستقدم التحية الموسيقية لقداسة البابا وهو في طريقه إلى القصر الجمهوري، ومن ثم بحسب المعلومات هناك فرقة زفا وفرقة دبكة لبنانية عند مفرق يعني بعبدة مفرق القصر الجمهوري على بعد أمتار قليلة من هنا، بالإضافة إلى فرقة سيف وترس تقدم أيضا تحية خاصة، تحية لبنانية تراثية إلى قداسة البابا. طبعا الجميع هنا ينتظر، يعني يعدون الدقائق واللحظات التي تفصل عن مرور قداسة الحبر الأعظم. من المتوقع بين التاسعة والنصف والعاشرة إلى ربع أن يمر موكب البابا بنديكتوس السادس عشر باتجاه قصر بعبدة. طبعا في بعبدة سيكون هناك لقاء مع رئيس الجمهورية ومع كبار شخصيات الدولة، وطبعا هناك الزميلة دونيز رحمي فخري داخل القصر الجمهوري ستفيدنا بكل المعلومات. طبعا بهذا الاستقبال الشعبي الذي أريد منها أن يكون استقبالا حاشدا وعفويا وطبيعيا، بهذا الاستقبال يكون البابا بدأ يومه الثاني في لبنان، هو كان وصل يوم أمس في تمام الثانية تقريبا من بعد الظهر كما تابعنا جميعا، كان له استقبال حاشد ورسمي في مطار رفيق الحريري الدولي، من بعدها انتقل إلى مقر إقامته في السفارة البابوية، ومن ثم إلى بازيليك القديس بولس في درعون في حريصة، حيث وقع الإرشاد الرسولي الذي يحمل عنوان الكنيسة في الشرق الأوسط شركة وشهادة، ومن بعدها انتقل عاد إلى السفارة البابوية. اليوم يبدأ اليوم الثاني من هذه الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، سيكون له هذا الاستقبال الشعبي ومن ثم قصر بعبدة. في فترة ما بعد الظهر من المتوقع أن ينتقل قداسة البابا إلى دير الأرمن الكاثوليك في بزمار، حيث يتناول الغداء مع أساقفة ومطارنة الشرق الكاثوليك هناك، ومن ثم سيعود مساء هناك أيضا لقاء مهم، لقاء حاشد، وسيكون لقاء مهم في هذه الزيارة وهو لقاء البابا مع الشبيبة في الصرح البطريركي في بكركي، بمشاركة طبعا البطريرك الراعي، على أن يستكمل وتتابع هذه الزيارة يوم الأحد بالقداس الإلهي وهو ذروة هذه الزيارة. إذن الأجواء هنا يمكن القول أنها مفعمة بالإيمان، مفعمة بالفرح في ظل الذي يحصل في هذا البلد وفي هذه المنطقة. وحدها الأعلام اللبنانية وأعلام الفاتيكان ترفرف في هذه المنطقة، وعلى طول الطريق الممتد من مفرق القصر الجمهوري يعني في منطقة الحزمية إلى القصر الجمهوري، إلى باحة القصر الجمهوري، صور قداسة البابا والعبارات واليافطات المرحبة به. نعم شانتال. جوني، هل معلوماتك بتقول أنه رح يكون في وقف للحبر الأعظم على الطريق محل ما الناس ناطرين، محل ما اللبنانيين بانتظاره، لأنه هذا اللقاء الأول مع اللبنانيين؟
صحيح، هو اللقاء الشعبي الأول مع قداسة البابا. يوم أمس كانت تنقلات البابا في موكب يعني تابع لرئاسة الجمهورية وموكب مغلق، اليوم هو اللقاء والاحتكاك الشعبي الأول بين قداسة البابا والمواطنين. بحسب المعلومات وبحسب ما يبدو، طبعا هذه أمور أمنية لا يمكن الكشف عنها أو لا تكشف عنها الجهات الأمنية المعنية بأمن البابا، ولكن كما يبدو يعني هناك فرقة موسيقية تابعة للحرس الجمهوري ولواء الحرس الجمهوري موجودة خلفي بعيدة أمتار قليلة. من المتوقع أن يتوقف البابا أمام هذه الفرقة التي ستؤدي لها التحية، طبعا سيعطي البركة للوفود والجموع الحاضرة هنا، وأيضا من المتوقع أن يكون له وقفة ثانية، ولكن هذه الوقفات ستكون سريعة يعني بطبيعة الحال، ستكون أقرب بقليل عند مدخل القصر الجمهوري أو قبل أمتار قليلة من القصر الجمهوري، حيث سيكون هناك بحسب المعلومات، طبعا ربما تتبدل هذه الترتيبات يعني بين لحظة وأخرى، سيكون هناك استقبال من قبل فرقة زفة وفرقة دبكة اللبنانية وسيف وترس، وأيضا هناك يعني لابد من الإشارة إلى أن فرق موسيقية تابعة لمختلف الرعاية من مختلف المناطق اللبنانية تحضر إلى هنا تباعا، وهي تقدم الأناشيد الموسيقية. ربما تسمعون في خلفية صوتي هذه الموسيقى التي تعزف من قبل الفرق التي تحضر. هناك فرقة حضرت من جعيتا، فرقة أخرى حضرت من منطقة الجبل، جمعيات كشفية من مختلف المناطق. يعني باختصار ربما يمكن القول أن هذا المشهد الجامع يذكر بشكل كبير بمشهد عام 1997 حينما جاء البابا الراحل يوحنا بولس الثاني إلى لبنان، وكان له أيضا استقبالات شعبية حاشدة على مختلف المناطق. أيضا هذا الاستقبال على طريق القصر الجمهوري يعني يذكر بهذا الموضوع، يذكر برسالة لبنان ودور لبنان في هذه المنطقة ودور المسيحيين في لبنان وفي الشرق الأوسط. وكان البابا تحدث عن هذا الدور في الكلمتين اللتين ألقاهما في مطار رفيق الحريري الدولي، وأيضا عن توقيعه الإرشاد الرسولي في بازيليك القديس بولس في حريصة. وطبعا هذا الإرشاد الرسولي هنا لابد من الإشارة إلى أن الإرشاد الرسولي بشكل كبير يتحدث عن دور المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط، عن أهمية الكنيسة الشرقية وضرورة المحافظة على هذه الكنيسة وضرورة المحافظة على بقاء المسيحيين في هذه المنطقة والعمل على السلام ومكافحة الهجرة وكل هذه الأمور التي يتحدث عنها الإرشاد الرسولي. طبعا الحوار بين الأديان بين المسيحيين والمسلمين في الشرق الأوسط أيضا هي جزء كبير أو خصص له جزء كبير في الإرشاد الرسولي. طبعا هذه الصورة الشعبية الحاشدة تعكس هذا الموضوع وتعكس هذه الكلمات هذه التوصيات التي يحملها الإرشاد الرسولي. إنها أجواء فرح، أجواء إيمان وانتظار وترقب لمرور البابا والبركة التي جوني سيقدمها من هنا. نعم جوني، نحن بانتظار ككل اللبنانيين المتواجدين لديك بانتظار قداسة البابا ليصل إلى بعبدة وتحديدا إلى القصر الجمهوري. ابقى معنا، أيضا ستنضم إلينا الزميلة دونيز رحمي فخري الموجودة في قصر بعبدة. دونيز، كيف عم بتتم التحضيرات؟ كيف الرئيس بانتظار قداسته اليوم؟ هيدا نهار مبارك على كل اللبنانيين، خبرينا الأجواء عندك. شانتال يعطيك ألف عافية، طبعا هو نهار مبارك على كل اللبنانيين والمسيحيين وكل اللبنانيين هنا داخل القصر الجمهوري كما تحديدا خارج ساحات القصر الجمهوري. هناك حماس، هناك انتظار من قبل الإعلاميين الموجودين منذ الصباح الباكر داخل القصر الجمهوري، وأيضا من قبل كل يعني الإداريين والقصر الجمهوري الذين أعدوا لهذه الزيارة. طبعا شانتال اليوم تدخل الزيارة منحة جديد، تدخل بعدما كانت بالأمس رعوية بامتياز، اليوم المحطة الأولى لهذه الزيارة هي محطة زيارة دولي. إذن قداسة البابا يصل إلى القصر الجمهوري كرئيس دولة فاتيكان، نعم، ويستقبله رئيس الجمهورية كرئيس دولة لبنان، ومن هنا يتوقع أن تكون ربما كلمة البابا سياسية، إذ دخلت الزيارة المنحة السياسي لها، فيما يتوقع أن تتضمن كلمة رئيس الجمهورية بحسب المعلومات التي ستلقى خلال لقاء قداسة البابا في القصر الجمهوري.
ستركز بعدما كان ركز بالأمس على لبنان، اليوم سيدخل إلى المحاور الإقليمية، إلى التحولات في العالم العربي التي تتجه نحو الديمقراطية والسلام. سيركز رئيس الجمهورية على معاني العيش المشترك بديناميكية وبالحياة الإنسانية اليومية، وطبعا كلمته ستكون من وحي الكلمة التي ألقاها في القمة العربية التي حصلت مؤخرا، والتي كان يعني حصل على تنويه مختلف الدول الأوروبية والغربية والعربية على هذه الكلمة. هنا إذن شانتال التحضيرات يعني أصبحت جاهزة لاستقبال الزائر الأبيض في القصر الجمهوري. متوقع أن يصل إلى القصر الساعة 10 أي بعد حوالي النصف ساعة من الآن. سيستقبله رئيس الجمهورية من على الباحة الخارجية، فيما يعني التحضيرات تشمل عدد من الفرق التي ستقدم رقصا فولكلوريا لبنانيا أمام القصر الجمهوري، فرقة كاراكلا، فرقة دير الأحمر، وفرقة دير الأمر، هي من بين الفرق التي ستقدم الدبكي اللبناني لقداسة البابا. إذن رئيس الجمهورية سيستقبل قداسة الحبر الأعظم على الباب الخارجي لقصر بعبدة، وينتقل وإياه إلى صالة 22 تشرين قاعة الاستقلال، ومن ثم يلتقي لقاء خاصا مع رئيس الجمهورية، وبعدها تتوالى اللقاءات مع عائلة رئيس الجمهورية، وبعدها مع رئيس مجلس النواب وعائلته، ومن ثم لقاء خاص أيضا مع رئيس الحكومة وعائلته، وبعدها طبعا تكون ينتقل قداسة الحبر الأعظم ورئيس الجمهورية إلى القاعة الثانية التي أعدت لاستقبال قداسة الحبر الأعظم، وهي قاعة 25 أيار، حيث سيكون لقاء جامع بحضور أكثر من 750 شخصية سياسية دبلوماسية واجتماعية. طبعا يعني سيكون حاضرين الوزراء، النواب، رؤساء الأحزاب، وعدد من السفراء أو كل السفراء المعتمدين في لبنان. وهنا سيلقي رئيس الجمهورية كلمة، وطبعا ستكون أيضا كلمة لقداسة الحبر الأعظم، وقبل ذلك سيغرس قداسة الحبر الأعظم شجرة أرز، شجرة الصداقة، في حديقة القصر الجمهوري. إذن يعني الكل ينتظر وصول قداسة الحبر الأعظم. شانتال، لا أدري إذا كنت تسمعينني لأنني أنا في هذه الأثناء لا أسمعك فعلا، لكن الكل حاضر هنا في القصر الجمهوري. الترتيبات أشرفت على النهاية، وطبعا من بعد ما ينتهي قداسة الحبر الأعظم هنا زيارته إلى قصر بعبدة، سيعود مجددا لاستكمال زيارته في لبنان اليوم الثاني له، وينتقل إلى بزمار. نعم الزميلة دونيز رحمي فخري، نحن كنا نسمعك، شكرا على هذه الرسالة. مشاهدينا الكرام، الكل اليوم يتحدث عن هذه الزيارة التاريخية، حتى وسائل أو وكالات الأعلام العالمية قالت أن على امتداد الطريق إلى القصر الجمهوري اصطف آلاف الأشخاص حاملين أعلام لبنان والفاتيكان للترحيب بقداسة البابا، كما أفادت كل المراسلات والمراسلين المتواجدين على أرض لبنان. أيضا مشاهدينا الكرام، نعود إلى الزميل جوني تانيوس المتواجد على مدخل القصر الجمهوري، حيث الآلاف ينتظرون قداسة البابا. جوني، أتسمعني؟ نعم شانتال، يعني كما ذكرتي هناك حشد كبير، وهنا لابد من الإضاءة على هذا الموضوع، هناك حشد كبير من الأعلام المحلي العربي والدولي الذي يتابع ويواكب هذه الزيارة التي يقوم بها قداسة البابا إلى لبنان. يعني بالأمس في بازليك القديس بولس كانت يعني المكان المخصص للصحفيين، يمكن القول أنه ضاق بهم بسبب تواجد المعدات وتواجد هذا الكم الكبير من الصحفيين. هنا أيضا يعني على مرأى من أعيني على طول الطريق الممتد من مفرق القصر الجمهوري
الجمهورية مفرق الحزمية على طريق الحزمية الدولي، وصولا إلى القصر هناك أعداد كبيرة أيضا من المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية والعربية التي حضرت إلى هنا والتي تواكب هذه الزيارة. هي زيارة تاريخية بطبيعة الحال، وآخر زيارة قام بها يعني زائر من هذا النوع أو من هذه النوعية ومن هذا الكم الكبير، ونتحدث هنا عن ممثل المسيح على الأرض وهو البابا. آخر زيارة كان قام بها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني قبل 15 عاما في أيار 1997، ومنذ ذاك الحين واللبنانيون ربما يتطلعون ومتعطشون لاستقبال طبعا يعني رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم قداسة البابا. واليوم قداسة البابا برغم كل ما يحصل يأتي إلى لبنان، وهذا ربما أيضا الحفاوة والاندفاع الشعبي باتجاه قداسة البابا. منذ ساعات الصبح الباكر يعني قرابة 5 أو 6 التقينا بالمواطنين وهم حضروا إلى هنا، يعني مر على وجودهم نحو 4 ساعات ربما هم ينتظرون قداسة البابا، وذلك بانتظار يعني حضوره في خضم كل ما يحصل ورغم كل ما يحصل في هذه المنطقة. أبى قداسة البابا إلا أن يأتي إلى بيروت لثلاثة أيام بدءا من الأمس ووصولا إلى يوم غد الأحد، ويوقع الإرشاد الرسولي الذي كما ذكرت هو موجه ليس فقط إلى المسيحيين في لبنان والشرق الأوسط، بل موجه إلى كل أبناء هذه المنطقة، وبشكل خاص إنه يتحدث عن الحوار بين الأديان وتحديدا بين المسيحيين وبين المسلمين، ويتحدث أيضا عن أهمية إحلال السلام في هذه المنطقة. المزيد من الحشود ما زالت تأتي، نعم المزيد من الحشود ما زالت تأتي إلى هنا إلى هذا الطريق، حيث احتشد الآلاف كما ذكرت يعني طلائع العذراء وفرسان العذراء، الفرق الكشفية، الفرق الموسيقية المتنوعة، يعني التجمعات والجمعيات الرسولية وأيضا جمعيات الأخويات والمواطنين والمؤمنين بشكل عفوي من مختلف المناطق المحيطة ببعبدة ومناطق لبنان حضروا إلى هنا وتهافتوا إلى هنا من قبل باصات وضمن يعني إجراءات محددة أجريات كما معلوم لواء الحرس الجمهوري، هو يتسلم الشق الأمني لهذه الزيارة وأيضا الترتيبات البروتوكولية واللوجستية، وهو يتابع طبعا هذه الزيارة أو هذا المرور الشعبي وهذا الاستقبال الشعبي الحاشد. خلفي ربما تسمعون عن بعيد صوت الموسيقى والفرق الموسيقية التابعة للحرس الجمهوري على الجهة الأخرى، وهي يعني تتحضر وتعزف الموسيقى التحضيرية لاستقبال البابا. تشاهدون أيضا المواطنين على مقربة مني وهم يحملون الأعلام اللبنانية، أعلام الفاتيكان واليافطات المرحبة وصور قداسة البابا وصور فخامة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى اليافطات أهلا وسهلا بحامل السلام وبراعي السلام. أريد من هذا الاستقبال الشعبي أن يعكس يعني الحفاوة والفرح، فرح اللبنانيين بقدوم البابا. طبعا أيضا نشاهد إلى جانب هذا الموضوع الإجراءات الأمنية التي يتخذها الجيش اللبناني بين دقيقة وأخرى. شاطر جوني تذكر الإشارة أن منذ ساعات الصباح الباكر ومنذ أمس أيضا أحيطت بالقصر تدابير أمنية مشددة جدا. صحيح. سننتقل إلى الزميلة أيضا دونيز رحمي فخري المتواجدة في القصر الجمهوري. دونيز خبرينا شوي الأجواء هلأ كيف صارت، هل أكيد الكل بانتظار قداسة البابا، بس كمان كنا عم نحكي عن تدابير الأمنية المشددة، كيف حوالي القصر تم ضبط هالموضوع؟ يعني طبعا التدابير الأمنية هي ملحقة بكل الزيارة شانتال، طبعا يعني الإعلاميين أكثر بيتعاطوا مع هذه التدابير لأنه نحن منعيشها ويفترض أنه نلتزم فيها لنصل إلى قصر بعبدة. اليوم كانت التدابير جدا صارمة كما كانت بالأمس، وهذا يعني طبعا عكست تحضيرا جديا لمواجهة واكبت هذه الزيارة من قبل كل المشرفين، إن كان المشرفين الإداريين والمشرفين الإداريين الأمنيين عفوا على هذه الزيارة هنا في القصر الجمهوري. يعني هناك طبعا عندما وصلنا هناك ترتيبات خاصة بالإعلاميين، في هذه الأثناء وصل الوفد الإعلامي المرافق لقداسة الحبر الأعظم إلى داخل قصر بعبدة، حيث يعني للأسف لكن شانتال لن نتمكن من اقتراب أكثر إلى قداسة الحبر الأعظم حتى يعني كما علمت الشخصيات السياسية 750 اللي سيكونون في قاعة 25 أيار لن يتمكنوا حتى من مصافحة قداسة الحبر الأعظم، وهذا بطلب من بروتوكول الفاتيكان بحسب ما علمت شانتال. إذن يعني المصافحة هنا في قصر بعبدة ستقتصر على الرؤساء الثلاثة وعائلاتهم فقط.
نظرا ربما لضيق الوقت وأيضا لكثافة الشخصيات الموجودة هنا في اللقاء الموسع. وهذا علامة فارقة في هذه الزيارة إذا كنا نريد أن نقارن بينها وبين زيارة قداسة الحبر الأعظم في قصر بعبدة يوحنا بولس الثاني عندما كان في 2010 من 15 سنة عندما أتى قداسة الحبر الأعظم يوحنا بولس الثاني إلى قصر بعبدة لم يكن عدد الشخصيات السياسية في اللقاء الموسع بحجم اللقاء الذي يعني يحصل اليوم هنا في قصر بعبدة، حيث وصل العدد إلى 750 شخصية سياسية، طبعا يتقدمهم رؤساء الطوائف الإسلامية وكل الشخصيات السياسية من رؤساء أحزاب ونواب ووزراء وسفراء المعتمدين في لبنان. دونيس؟ نعم دونيس، قرأنا اليوم في بعض الوكالات أنه فتح القصر الجمهوري أبوابه أمام الحشود تتوصل للباحة الداخلية، هل هالشي مزبوط؟ بالفعل. نعم. صحيح. بحسب البرنامج اللي كان محضر مسبقا للزيارة كان معد الاستقبال الشعبي أن يكون عند المدخل يعني الخارجي لقصر بعبدة وتحديدا بالقرب من أبي خليل عند مستديرة القصر الجمهوري. نعم. بالخارج بعيدا جدا عن القصر الجمهوري، لكن بالأمس يعني تبلغنا بأنه بناء لطلب رئيس الجمهورية عدل هذا البرنامج وفتحت إذن كل ساحات القصر الجمهوري للجمهور اللي حابب يلتقي عن قرب مع قداسة الحبر الأعظم، وقد امتلأت بحسب ما عم بتشاهدوا بالصور كل الشوارع الممتدة من مفرق القصر الجمهوري، مفرق بعبدة، قصر بعبدة إلى الساحة الداخلية، وكما كنت ذكرت بالسابق شانتال بالساحة الداخلية من قصر بعبدة وبالخارج طبعا يعني في فرق ثلاثة ستكون بانتظار قداسة الحبر الأعظم ويتقدمهم خيالي أيضا رح يتقدموا بالاستقبال الحاشد والفولكلور اللبناني طبعا ببساطته، يعني ما رح يكون في أي يعني أمور خارجي عن الطبيعة، ببساطة الاستقبال اللبناني العفوي الدبكي اللبناني، فرقة دير الأحمر، ختيارية دير الأحمر إذا فينا نقول، ودير الأمر أيضا، وفرقة كاراكلا. هذه الفرق الثلاثة هي اللي راح تكون باستقبال قداسة الحبر الأعظم وتقدم يعني كيفية الاستقبال اللبناني لقداسة الحبر الأعظم. طبعا يعني كما ذكرت أيضا شانتال الزيارة اليوم تدخل بالإطار الجديد لها، امبارح بالأمس كانت رعوية، بعد الظهر أيضا ستكون رعوية إن كان بزيارته إلى بزمار وأيضا بلقاء الشبيبي اللي رح يتم مساء بكركي. هنا في القصر الجمهوري هي زيارة دولة، إذا قداسة الحبر الأعظم رئيس دولة الفاتيكان يصل إلى قصر بعبدة، يدخل كرئيس دولة ويستقبله رئيس الجمهورية وعقيلته رئيس دولة لبنان. منذ الصباح الباكر كنا شاهدنا شانتال رئيس الجمهورية يشرف شخصيا على آخر التحضيرات هنا في القصر وبالخارج بالباحة الخارجية، تفقد كل الترتيبات، اطلع عليها واطمأن إلى أن كل الترتيبات حاضرة. أيضا بعد ذلك تفقدت السيدة الأولى السيدة وفاء سليمان كل الترتيبات هنا في القصر الجمهوري، جالت على كر الجاء القصر على القاعتين، قاعة الاستقلال 22 تشرين الثاني وأيضا قاعة 25 أيار، وتفقدت الترتيبات النهائية لاستقبال الزائر الأبيض. شانتال؟ نعم دونيز، نحن بانتظار هذا الاستقبال، بانتظار أيضا فرق الدبكة وكل الأشخاص الذين ينتظرون الحبر الأعظم لإلقاء التحية عليه. إذن نحن أيضا، أنا أشير أيضا إلى أن رفعت لافتة عند مفرق القصر الجمهوري تقول ببركتكم يترسخ لبنان وطن الرسالة. نحن أكيد
كلنا كلبنانيين، وحتى كمان ما فينا ننكر انه في كثير اشخاص توجهوا على لبنان من الدول المحيطه تتشارك بهالنهار المميز. نحن بانتظار اذا وصول الحبر الاعظم الى القصر الجمهوري، كما ذكرت الزميله دونيز رحمه فخري ان هي الزياره رح تكون زياره رسميه، رح يدخل الى القصر الجمهوري كرئيس دوله، وسيستقبل رئيس الجمهوريه ايضا كرئيس دوله. الكل بانتظار الحبر الأعظم تيوصل على بعبدة. أكيد مشاهدينا نحن عم نشوف بالصور الأشخاص واللبنانيين إن كانوا أطفال أو كبار، أو مثل ما ذكرت دونيز الختيارية اليوم رح يستقبلوا عظمته. أكيد نحن ناطرين هالوصول، ناطرين هالاحتفال. دونيز هيدا النهار يمكن عم يتكرر، سبق وشهدنا هيك نهار بالعام 1997 عندما زارنا. صحيح. زارنا بوقت صحيح، كان إلي الحظ شانتال انه رافق الزياره الاولى لقداسه يوحنا بولس الثاني من 15 سنه، واليوم يعني هيدي نعمه بتتكرر لإلي كصحفيه اني تابع ايضا زياره ثانيه لقداسه حبر الاعظم الى لبنان بعد 15 سنه. ربما نحن كلبنانيين اليوم هيك عم نحاول نقارن بين الزياره الاولى والثانيه، ربما في علامات فارقه كثيره بين الاولى والثانيه، لكن الجامع الوحيد بيناتهم أنه أهمية لبنان أنه يزوروا قداسة البابا للمرة الثانية بظرف يعني قصير، بظرف 15 سنة وجيل واحد هو عم بيشهد لزيارتين بنفس الفترة الزمنية. هيدا ببين قديش لبنان مهم بالنسبة للفاتيكان، وهيدا يظهر قديش الدور اللي بيخافوا يعني أو يقلقوا عليه المسيحيين للمستقبل، وهذه الرسالة اللي حملها قداسة البابا إن كان بالأمس بالمطار ومن ضمن الإرشاد الرسولي الدعوة إلى المسيحيين بأن لا يقلقوا في هذا الشرق. أهمية زيارة لبنان وإطلاق الإرشاد الرسولي منه لكل مسيحيي الشرق هو بأن لبنان هو المنارة لكل مسيحيي الشرق، هو فعلا لبنان الرسالة كما كان ذكر يوحنا بولس الثاني. كما كل اللبنانيين طبعا شانتال تقشعر يعني يقشعر البدن عندما تقتربين من قداسة البابا، لا يمكن يعني أن تبقي بشعورك هيك، تحتفظي بشعورك وكأنك شيء ما عم بيحصل أمامك. هناك لحظة مهمة رهبة سنعيشها معا للمرة الثانية بلبنان عندما جاء البابا يوحنا بولس الثاني. طبعا كانت محطة أساسية بالنسبة للبنانيين وللمسيحيين. أذكر تماما عندما كان المسيحيين لأول مرة كانوا بيعبروا عن رأيهم بهذه الزيارة، كانت محطة أساسية ليفشوا خلقهم إذا فينا نقول، كانت المحطة الأساسية الأولى اللي بيطلقوا صرخة طلب الحرية، طالبوا بالحرية بوقتها. كما أذكر أيضا وإذا عدنا بالذاكرة للمرة الأولى كانت ترفع فيها أعلام القوات اللبنانية وصور الدكتور سمير جعجع، كانت المحطة الأولى اللي يطلب فيها الحرية، اللي بيطالبوا فيها المسيحيين بالعدالة، بعودة زعماء من المنفى وخروج دكتور جعجع من السجن. إذا كانت فعلا ظروف مختلفة عن هذه الظروف. اليوم دور المسيحيين صار ربما أبعد أوسع، هم ينطلقون ليكونوا المنارة إلى الشرق الأوسط كما قال قداسة الحبر الأعظم، كما قال يعني توران المونسيور توران، كان طالب بأن بالمسيحيين بأن لا يخافوا وبأن هم أقلية فاعلة في هذا الشرق. نعم. ويجب أن يعملوا على هذا الأساس وأن لا يكونوا أقلية خائفة وتخاف على مصيرها. في أي حال
طبعا يعني لابد من الذكر بأنه هذه الزيارة هي ربما طبعا لها طابع رعوي، لكن أيضا لها طابع سياسي. شانتال يعني هي ليست لحماية المسيحيين، إنما هي لدعوة المسيحيين إلى تثبيت وجودهم في أرضهم وعدم الخوف من تهجيرهم على الرغم مما حصل في العراق. طبعا نعم شانتال، الطابع السياسي تكتسب هذه الزيارة من أهمية تأثير دولة الفاتيكان على باقي الدول التي تتأثر طبعا برأي الفاتيكان، ونظرا لدور الفاتيكان الفاعل في المجتمع الدولي. من هنا يعني نتابع بأن الفاتيكان يعمل حاليا على تثبيت المسيحيين في الشرق، وتحديدا اليوم في سوريا، حيث يعني الثورة قائمة هناك، حيث هناك خوف على المسيحيين هناك. إذا للفاتيكان دور كبير في تثبيت المسيحيين في الشرق، وتحديدا اليوم نتحدث عن مسيحيي سوريا. إذا دونيس، سنبقى معك لتوافينا بكل جديد. سينضم إلينا عبر الهاتف الآن مستشار الرئيس سعد الحريري الدكتور داوود الصايغ. دكتور صايغ، حضرتك خبير فاتيكاني خلينا نقول، لأنه كان عندك كتير خبرات أكيد بين تنسيق بين لبنان والفاتيكان. كيف تقرأ هذه الزيارة، زيارة الحبر الأعظم إلى لبنان؟ تسلمي، صباح الخير. هذه الزيارة تشكل بالنسبة إلى مجموع اللبنانيين حالة فرح كبير. دليل هذا الإجماع اللبناني الشامل على استقبال والترحيب بقداسة الحبر الأعظم، ليس فقط بما يمثل البابا من مرجعية معنوية أولى في العالم، بل لأنه يأتي إلى الشرق عبر البوابة اللبنانية، عبر هذا النموذج اللبناني الذي تحدث عنه البارحة وقدمه كأفضل نموذج للمجتمعات القلقة أو التي فيها بعض القلقين على المستقبل وعلى مصيرهم. هذا الإجماع اللبناني يأتي في وقت يتعرض فيه لبنان لنتائج أو لانعكاسات أحداث المنطقة وبالأخص الحدث السوري. وباستطاعتي القول أنه هذا الحدث العالمي الكبير والإعلامي يخرج اللبنانيين ولو لمدة 3 أيام من مستنقع الحيرة الذي يعيشون فيه، والأخبار المثيرة المتعلقة إن بالانفجارات أو بالتوقيفات أو بالآخره. البابا رسول سلام، ورسول سلام ومحبة، وهو الكلمة التي ردتها البارحة حتى بالعربية، سلام أعطيكم. نعم. إنه يجيء للسلام، ولكن يجب أن نفرق بين مهمة السلام ورسول السلام. البابا لا يجيء بمهمة، فهو فوق المهمات، هو من لعله أعظم رجل في العالم، ولكن قدرات الكرسي الرسولي وقدرات البابا هي على قدر المرجعية المعنوية، ومع ذلك فوسائل عمله كثيرة. إنه أولا رئيس رأس الكنيسة الكاثوليكية التي يعد أفرادها 1.3 مليار فرد، وهو أيضا رأس دولة الفاتيكان التي إن تحرك رئيسها يتحرك معها الإعلام العالمي. دكتور صايغ، نعم، ما أهمية توقيع الإرشاد الرسولي في هذا الوقت بالتحديد، في وقت تشهد المنطقة اضطرابات واحتجاجات، خاصة احتجاجات على الفيلم المسيء للإسلام الذي أنتج كما يقال أنتج في الولايات المتحدة؟ هل ستضيف أو سيضيف الإرشاد الرسولي شيئا، خلينا نقول شوية سلام على هالبلد؟ نعم، أنا بشكرك على هالسؤال لأنه لازم انتبهوا الكل. أولا في الشق الأول، البابا يأتي محاولا طمأنة المجموعات القلقة، وهو قال لهم البارحة لا تخافوا، لا تخف أيها القطيع الصغير، ودعاهم للعيش والحوار مع إخوانهم المسلمين. هذا الكلام مطمئن، أما وسائل التنفيذ فهي بالقادر الذي يأخذ به الآخرون، وليس فقط المسيحيين الموجودين في المناطق في البلدان العربية. أما بالنسبة إلى ما حصل من ردود فعل على هذا الفيلم المسيء وشديد الإساءة، فإني أعتقد
أنه لابد للحكومات الغربية من أمريكا وأوروبية أن تتنبه في النتيجة إلى أن الموضوع الذي تنبهنا له في لبنان منذ قيام الكيان اللبناني وهو عدم إثارة النعرات الطائفية، هل أن النقاش المطروح اليوم في المجتمعات الأوروبية والغربية والأمريكية وعلى المفكرين، هل يجب أن تصل حرية التعبير إلى هذه الحدود؟ هل هنالك من حدود لحرية التعبير حتى ولو مست المقدسات؟ هذا هو السؤال المطروح. امبارح يا ستي امبارح يمكن بجوز وقع 20 أو 30 قتيل، نعم، ولا وباراك أوباما استقبل 4 جسامين ضحايا لأعمال عنف غير مبررة، وجميع الحكومات العربية والإسلامية نددت بطرق التعبير كردة فعل على هذا الفيلم، ولكن في النتيجة هذا الموضوع يتكرر ولم يتوقف منذ حادثة الرسوم الكاريكاتورية الدنماركية التي نتج عنها عدد من الضحايا وحصلت مظاهرات. فإذن ولكن البابا في الإرشاد الرسولي وفي تصريحاته دعا إلى حرية المعتقد، الموضوع كبير إلى حرية المعتقد وإلى حرية التعبير، أين يجب أن تقف؟ في البابا البارح التقى مع الطروحات الانتفاضات العربية والتي أصبحت تدعو إلى حرية المعتقد، وهذا موضوع نحن نعرفه بلبنان من سنة 26 وكتب دستورنا أن حرية المعتقد مطلقة. دكتور صايغ، نعم، إذا بدنا نقرأ هالزيارة اليوم للبنان من أديستو وما نطلع كمان للعام 97 لزيارة يوحنا بولس الثاني للبنان، شو الفرق اليوم إذا ما نقرأ ونعمل قراءة لها الزيارة، إن كانت قراءة سياسية إذا فينا نقول أو قراءة العلاقة أكيد بالزيارة البابوية؟ زيارة البابا الراحل الطباوي يوحنا بولس الثاني كانت للبنان، نعم، لنشر الإرشاد الرسولي الخاص بلبنان. في كل سينودوس بكل مجمع يعقد يطلع منه إرشاد رسولي، هذه المرة عقد المجمع في تشرين الأول سنة 2010 بخصوص مسيحي الشرق، والآن جاء البابا لينشر هذا الإرشاد الرسولي المتعلق بمسيحي الشرق وتم توقيع عليه البارحة في بازيليكا قديس بولس. نعم، ودعا فيه المسيحيين والمسلمين وحتى اليهود إلى استئصال الأصولية، نعم، الدينية. نعم نعم، هذا هو. هلا بدك تسأليني بعتقد شو قيمة الإرشاد الرسولي؟ نعم، الإرشاد اسمه إرشاد، إنه ليس دستور. نعم. من سيأخذ به؟ هل ستأخذ به الحكومات العربية والإسلامية في الشرق العربي؟ هل سيأخذ به غير الكاثوليك؟ غير الكاثوليك يعني غير متحدين مع الفاتيكان مع الكنيسة الرسولي. إن المتوقع أن تكون كلمة الفاتيكان، كلمة البابا، كلمة فاعلة، لأن البابا ليس لديه سوى الكلمة سوى الموقف، والبابا الراحل يوحنا بولس الثاني بكلماته بموقفه غير التاريخ، ساهم في إسقاط الأنظمة الشيوعية، ساهم في إسقاط جدار برلين، كان بابا مناضل، والبابا الحالي بأسلوب آخر يحاول أن يقول الكلمة. الفاتيكان شو عنده؟ عنده سلاح الموقف، عنده سلاح الكلمة، عنده الكنيسة الكاثوليكية عبر الكرادلي والبطاركي والمطارني والمؤمنين، وعنده الإعلام وعنده الدبلوماسية، فهو تحسس قضية مسيحي الشرق وبالأخص بعد مأساة العراق، ولكن مش بس مأساة العراق، بعد هذا النزوح الذي له أسباب عديدة، واليوم الخائفين من الربيع العربي أو الخائفين من أحداث سوريا، وفي منهم حتى عم نسمعهم بندوات بنور جيل الدين عبي بيقولوا أنه بعد هذه الأنظمة الشمولية سوف تأتي أنظمة أصولية. هذا ليس صحيحا وليس أكيدا. إن الربيع العربي يجب أن نستمر في الترحيب به لأنه يلتقي مع الطروحات المتعلقة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتداول السلطة، ولكن الثورة تأخذ وقت حتى تستقر. نحن شفنا بمصر أنه بده وقت، وشفنا بتونس بده وقت، وهل الثورات بقى لا يجب قال لهم كلمة مبارح ما تخافوا ما تخافوا، وهيدي الشعار
اللي رفعه يوحنا بولس الثاني ثاني يوم تنصيبه بساحة القديس بطرس 1978، قال له بعد خافوا بعد كان عبوجه كلامه للجميع. ومبارح البابا بكنيسة الأباء البولوسيين بحريصة قال لا تخاف أيها القطيع الصغير، بس هذا الكلام موجه للجميع. اليوم نحن بعصر بمرحلة انفتاح الاقتراب من الآخر، تعرف بالآخر، هذا كان مبارح حكي للشيخ السولات. الآخر، من هو الآخر؟ هذا عند سقوط الأنظمة الدكتاتورية لابد أن يحصل الالتقاء. إذا كان هنالك من موجات اليوم متشددة ظهرت على السطح، هيدي موجات بدها تأخذ وقتها، لأنها كانت كمان في حالة قمع، في حالة سكوت. أنا أعتقد أن هذه الزيارة المفصلية التي تلتقي، زيارة البابا تلتقي مع الانتفاضات العربية. آملين دكتور داود كل الخير من هذه الزيارة، نحن نتشكرك على هذه المداخلة. إذن الدكتور داود الصايغ مستشار الرئيس سعد الحريري، شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام صارت الساعة 10، نحن بانتظار وصول قداسة البابا إلى القصر الجمهوري في بعبدة، وكما أفادنا جوني منذ قليل أنه رح يكون في، من المتوقع أنه يكون في وقفات لقداسة البابا قبل الوصول إلى مدخل أو إلى باب القصر الجمهوري. إذن مشاهدينا الكرام نحن عم نشوف بهالأثناء صور من أمام مدخل القصر الجمهوري، حيث احتشد اللبنانيين لليوم يستقبلوا قداسة البابا. دونيز كنا استمعنا من دكتور صايغ وعملنا قراءة خلينا نقول شبه سياسية لها الزيارة، وأكيد أهمية توقيع الإرشاد الرسولي اللي تم مبارح واللي اليوم رح يوزع نسخ عنه إلى الرؤساء أو رؤساء الطوائف الإسلامية. صحيح، نعم شانتال، لكن قبل الدخول يعني بتفاصيل الإرشاد الرسولي وهنا الترتيبات، يعني ما قبل وصول قداسة الحبر الأعظم، لابد أن نذكر بأنه هناك تأخير حوالي 10 دقائق. تأخر يبدو قداسة الحبر الأعظم من الانطلاق من مقره من السفارة البابوية حوالي 10 دقائق، وبالتالي يعني كل المواعيد ستتأخر حوالي 10 دقائق. شانتال، معي مباشرة رئيس اللجنة التي أشرفت على الترتيبات وكل التحضيرات لزيارة قداسة البابا إلى لبنان، معالي الوزير ناظم الخوري. معالي الوزير يعطيك ألف عافية. بداية نحن بدنا نهنيكم باليوم الثاني على كل هذه الترتيبات والتحضيرات اللي أعدت للزيارة، فعلا كان التنظيم مميز بهذه الزيارة وكل ما رافق هذه الزيارة من ترتيبات خاصة بالإعلاميين وأيضا خاصة بالمواطنين. يعني الشكر هي من المواطنين والإعلاميين، كل اللي عم بيخلوا هالزيارة تكون ناجحة لغاية الآن، نتمنى أنه تستمر لآخرها. هي الفضل لكم الإعلاميين لنجاحها، ولا المواطنين اللبنانيين مشاركتهم كثيفة وعفويتهم بالاستقبال، هذه هني مشكورين عليها. معالي الوزير، اليوم تدخل زيارة قداسة البابا مرحلة زيارة الدولة، يمكن اليوم يكون في كلام سياسي من قبل فخامة الرئيس، وقد يكون هناك كلام سياسي لقداسة الحبر الأعظم، ماذا تتوقع أن يكون هذا الكلام؟ ليس لي علم بفحوى كلام إن كان فخامة الرئيس أو قداسة البابا، ولكن طبعا إذا كان كلام سياسي راح يكون كلام سياسي يدعو إلى المحبة، يدعو إلى الحوار، يدعو إلى التفاهم. هيدي بعد المبادئ السياسية سوف تطرح بأي كلام، إذا كان قداسة البابا أو فخامة الرئيس. يعني الكل هني معروف أنه قداسة البابا شو رسالته للعالم أجمع بكل زياراته اللي قام فيها، معروف زيارة رسالة الفاتيكان شو هي، وفخامة الرئيس معروف نهجه خلال 4 سنوات حكم أنه هو كمان داعي للألفة وللحوار ولا المحبة بين كل الطوائف. قديش ممكن تعطي دافع هذه الزيارة يعني للرئاسة لكل لبنان أيضا؟ هي منا دافع للرئاسة بحد ذاتها، أنا بعتقد هيدي دافع كثير مهم إذا نحن اللبنانيين عرفنا نستغله ونستفيد منه ونثمره. يجب تثمير هذه الزيارة، يعني ليس فقط العمل على إنجاح الزيارة، ما بعد الزيارة هو أهم.
من الزيارة. هناك إرشاد رسولي وقداسة البابا أشار أنه هذه خطة الطريق، وأنا لأجل الصدف لا أدعي أنه ولكن بالمؤتمر الصحفي اللي عملناه لجنة التحضيرية أشرت بهالموضوع أنه خارطة الطريق يكون دون علمي أكيد بفحوى الإرشاد، ولكن هذا المنطق يعني إجا هو قداسته عم بحط نظريا ما هو الإرشاد، ولكن عمليا خطوات تطبيقية أنه كيف سير بهذا الإرشاد. وهون بعتقد دول الكنيسة والعلمانيين المسيحيين باستيعاب هالإرشاد وأهميته والعمل على تطبيقه من خلال مشاركة المسلمين في لبنان والطوائف الأخرى لتطبيق هالإرشاد، وهذا الدور الأساسي. هل مسموح بعد أن نخاف أو أن يخاف المسيحيين بعد هذا الإرشاد الرسولي في الشرق الأوسط؟ أصلا يعني كل مسيحي مؤمن هو الله عز وجل، وكتاب المقدس قال سيد المسيح لا تخف. أنا بعتقد الخوف منه موجود عند المسيحيين، وكل مؤمن مهما كان ديانته لا يخاف. المؤمن لا يخاف، المتعصب يخاف لأنه عصبيته تخلق خوف، ناتج عن خوف، ولكن المسيحي المؤمن والمسلم المؤمن وأي مؤمن لأي طائفة بالعالم لا يخاف. معالي الوزير، ربما اليوم نحن نعيش بيعني فرح كبير، هل التنين رايحين على ننسى الفرح ورجعين على الأيام الصعبة على الواقع المرير؟ لا، صرنا إن شاء الله ما منعود عليه. وأشار فخامة الرئيس أنه مرأنا بمرحلة اهتزازات أمنية، ولكن إن شاء الله هذه لن تعود، وفي قرار سياسي موجود وباتفاق بين فخامة الرئيس ورؤساء مئات رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وفخامة الرئيس مصر والسلطات الأمنية على تطبيق الأمن والقيام بواجباته. هل ربما قداسة الحبر الأعظم، ما هي الرسالة اللي سيتركها في لبنان برأيك؟ الرسالة هي الإرشاد، هذا بيكفي، هذه أهم رسالة هو موجهها، والعمل على تطبيقها يقع على عتقنا. قال لنا لا تخافوا. لا تخافوا طبعا، لا تخافوا، وسنعمل على ذلك برأيك معالي الوزير. يجب أن نعمل على ذلك، إذا كنا مسيحيين مضبوطين عم بيدعوا المسيحية مضبوطة يجب أن يعملوا على ذلك. الله يقويك معالي الوزير. مثل ما قلت لك المسيح المؤمن لا يخاف. شكرا معالي الوزير. شكرا. يعطيك ألف عافية. إن شاء الله تستكمل الزيارة، بس عندي بعد سؤال أخير معالي الوزير. بعد ما حصل في طرابلس خفتوا أنه يكون في إلي تأثير كان ما حصل في طرابلس على الزيارة؟ يعني موضوع طرابلس كانت مفاجأة حصلت، هل هي فعلا على ردة فعل على الفيلم اللي صار بالولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أدري، يعني لا عندي معلومات إلى غاية الآن، ولكن أنا ما بعتقد هي نوع من ردة فعل على زيارة قداسة البابا، لا أتصور ذلك. شكرا معالي الوزير مرة ثانية. شانتال، إذن يعني الكل هنا جاهز لاستقبال قداسة الحبر الأعظم، كما كنت ذكرت يعني هناك يبدو تأخير حوالي 10 دقائق على الأقل، يعني هناك أكثر من محطة على الطريق المؤدية من السفارة البابوية إلى القصر الجمهوري. طبعا المحطة الأبرز ستكون الاستقبال الشعبي الحاشد اليوم داخل القصر الجمهوري وعلى طول الطريق المؤدي من المدخل القصر من الخارج إلى الباحة الداخلية لقصر بعبدة. شانتال، الأهم دونيز اليوم أن الكل متفق أن هذه الزيارة ستعطي دفعا لمسيحي الشرق وستعزز منطق الحوار. سمعنا الكل يتحدث عن هذا الموضوع، كل اللبنانيين بانتظار إذن الحبر الأعظم يصل إلى القصر الجمهوري اليوم، يصل